ست نجوى يعطيك الف عافيه، شو اخبارك؟ كيفك؟ رمضان كريم، شو بتقولي لكل جمهورك على رمضان؟ بالعاد عليكم وان شاء الله بيكون صيام مبارك. يا بيه ما اجمله وعيونه علي علي بيتسللوا، احنا اليوم بكفر زبيان وتحديدا بفقره، شو بتقولي لكل جمهورك اللي اليوم ناطرك بكفر زبيان؟ انا كمان بعد غياب طويل عن كسروان بتمنى انه المهرجان يكون ناجح وننبسطوا الناس. في غنية تانية إذا فينا نقول مع عاصي الحلاني رح تنزل غنية ولا خطيها ولا بعد؟ عم نظبطها أستاذ عاصي وأنا وأستاذ نزار فرانسيس. عربس جات تالنت رح تكوني باللجنة قريبا إن شاء الله الموسم الجاي. شو بتقولي للجيش؟ شو بيعيد الجيش؟ ما قلنا غيره ورقبتنا بين إيديه وما منأمن لحدا يحمينا غيره. أي متى حتنزل سنجل جديدة؟ قريبا. ميرسي كتير.